الأخ أشرف بيسأل، تعود بعض الناس المصلين بعد انتهاء الصلاة بيسلموا على بعض بيقول تقبل الله. هي دي ما واردة، ما واردة، بعضهم عدى من البدع، والله تعالى أعلم هي قد ما تصل إلى مرحلة البدعة الضلال في النار يعني. نعم. الله أعلم. لكن الأولى تركها، وإذا إنسان مد يده ما تحرجه يعني، ما يعني المسألة ما مسألة كبيرة يعني. ممكن الناس ترجئ لما بعد البدعة الأفضل الصالحة. طبعا ده الأفضل، لكن في عامة الناس عوام كده يعني، ممكن تقوم تنصح الناس تذكروا أنه ليس من سنن الصلاة، ونخشى أنها تبقى من البدع وكده. لكن إنسان مد يده زي ما واحد قال يعني، واحد مد يده قام ذاك بيصافحه قال له ما من السنه، فدرد عليه وقال له الاحراج من السنه يعني. سبحان الله. يعني تاسع احرجتني يعني. فيا لكن يا ريت الناس يعوا سنن الصلاه الوارده من التسبيحات والمعروفه آية الاذكار بعد الصلوات يعني، ده الافضل والاكمل، نشتغل بها ونعلم الناس ماذا يفعلون بعد الصلاه.